لكن لو هنروح للصعيد التاني، امر طبيعي جدا جدا على فكره ان انت كمان تخسر ماتش وسط الحاله اللي حضراتكم عارفينها من ضغط المباريات الموجوده، يعني شيء طبيعي وامر طبيعي، ويمكن مش هقول طبيعي لدرجه ان احنا كنا متوقعينه، لكن طبيعي لو حدث ان احنا نبقى متفهمين، هي دي النقطه. واعتقد كمان احنا اتكلمنا كتير جدا في النقطه دي تحديدا، ومن غير ما نطلع ونتكلم على المبررات، لكن هو امر واقع خلاص، احنا دلوقتي بنلعب واحنا مضغوطين جدا، وقلنا الكلام ده من بدايه الموسم. فيعني لما تيجي بقى كده بقى لنا فتره فعلا والله، يعني وحاله الخوف اللي عند بعض الجماهير ده برضو نابع، هنرجع نقول تاني، من حبهم الكبير جدا للفريق. والأهم كمان من كده هي فكرة هنا الطموح الكبير والرغبة في تحقيق يعني إعجاز أو إنجاز الفوز بكمان هنا دوري أبطال إفريقيا للمرة، يعني بتكلم هنا الثالثة. فأنا شايفة أن دي حاجة محترمة جدا وطموح مشروع جدا، وحاجة ما تزعلش أبدا، ولكن إن شاء الله يقدر الفريق أن هو يعني يفوز بيها، وحاجة تحصل لأول مرة بقى كمان يعني في التاريخ. فنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للفريق، وهو يقدر عظمة. يعني النقطه في الاول وفي الاخر ان هو يقدر، لو حصل تبقى عظمه على عظمه بالمعنى الحرفي للمره الثالثه على التوالي. والحقيقه احنا قدرات لاعبتنا تاهلنا وتسمح لنا جدا بان احنا نفرح الفرحه دي، وان شاء الله ما تكونش بعيده عننا تاني. نرجع ونقول في بعض الاحيان الواحد برضو ممكن يتعثر في مشواره او في رحلته للوصول الى الهدف المنشود، لكن التعثر ده لو لم يعقبه ان الواحد يقوم يقف مره ثانيه على رجليه كما هي عاده النادي الاهلي وكما هي ثقه الجماهير في لعيبه النادي الاهلي، ما كناش حققنا اللي احنا اللي الفريق يعني او النادي بيحققه طول السنين اللي فاتت.